أيضا عائشة رضي الله عنها كانت كما نقل ابن القيم ونقله أبو داود بسند صحيح أنها كانت، لعلنا نقرأه نصا حتى لا لاحظ، يقول قال ابن القيم: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. لاحظ حديث رواه أبو داود بسند صحيح. يجيزون. وأذكر وأنا صغير انتشر عن عالم جليل، لا أريد ذكر اسمه حتى لا أريد ذكر اسمه، عالم جليل من المعروفين في الرياض، كان قد احتاج إلى شخص عندهم دائما في بيتهم وهو كبير، فأمر امرأته وزوجته أن ترضعه وأرضعته، أصبح منتشر عند أهل الرياض، يمكن أهل نجد كلهم يعرفون أن الشيخ فلان هذا عند الشيخ وأرضعته وأصبح ولد لهم من الرضاع وهو كبير. ما هذا من سعة فقه رحمه الله، ولم ينكر العلماء في وقته، كانوا العلماء أجلاء في وقته، ما علمنا أن أحدا من علماء في ذلك العصر كان الشيخ ابن باز، ويمكن الشيخ محمد رحمه موجود، يمكن أنا نسيت هل هو في وقته ولا بعده، لكن كان العلماء كثر، كانوا والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله الجميع كانوا علماء أجلة موجودين، ما كان أحد ينكر هذا، كان معروف واستقر، لكن اليوم الناس ضعف عندهم العلم والإشكال الكبير أيضا وقل الجهل. يتحدث فيها ما ليس بفقيه. طيب لا، وإذا جاءت مسألة علمية موجودة، طيب كونك ما تعرف المسألة، الآن في الكتب موجودة، ليش نحرق الكتب؟ لماذا تنكرها وأنت تعرف؟ أيه، ما دام موجودة في الكتب، بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على خطر، الذي ينكر هذا ويتعرض للعلماء بالتنقيص وبالسخرية ويسخر من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سالم، هذا على خطر عظيم في دينه وفي عقيدته، كيف تسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أفتى امرأة أبي حذيفة بإرضاع سالم؟